محاصصة كيكتك وكيكتي. صحيح. هذه نصيب. إحنا تو متفقين جا. إحنا متفقين تورا. رأيك ورأي تو واحد يعتبر أو قربنا للمطاف لكن الأساس. الحلقة السابعة التنمية. لهذا قررنا في برنامجنا نستضيف ناس ما يعرفوش بعضهم ولا شافوا بعضهم وحنسألوهم أسئلة مختلفة ونشوفوا كيف حتكون إجاباتهم. الشخصين اليوم واحد حزبي والتاني إعلامي. أهلا بكم في برنامج مساحة. شن رأيك في حركة التنمية في ليبيا؟ حركة التنمية هو في حركة. شكرا. في حركة ولكن تمشي بوتيرة بطيئة ومش بوفق المواصفات المتعارف عليها في التنمية. إن التنمية هي تنمية في الأفراد من حيث الصحة والتعليم والدخل، مش مجرد بس الأساسيات أو البيئة المكانية اللي عايشين فيها. وفيه لغط ما بين النمو أو والتنمية. إن التنمية مجالاتها عدة ومسمياتها عدة. بالنسبة لرأيي الشخصي كتنمية موجودة داخل بلدي ليبيا، أرى أن اللي حاصل الآن هي عبارة عن دعاية، تنمية دعاية في نطاق جغرافي معين ومحدود جدا، مقتصر بعض لبعض الفئات اللي مقدم مصلحة شخصية لمصلحتها العامة أو المصلحة العامة للدولة. هذا رأيي الشخصي. شرايك جاري. نتفق معك في جزئية كبيرة، لأنها دعائية ومش مستهدفة كل الليبيين، لكن ماشي بمبدأ أنا اللي يجي منهم خير منهم، لأن حتى التنفيذ يعني مش بالمواصفات المطلوبة، يعني المعايير التعاقدات مباشرة شكلية تحكمها المصالح والقبلية والعلاقات الاجتماعية والمجتمعية، واللي مش في جيبي في جيب جاري يا جار. بالضبط. هو شوف، أنا نوافقك في بعض الأشياء، يعني خاصة إن هي تنمية في جيوب الغير أو تعبئة لجيوب غير لمصلحة الشعب بالكامل. الإشكالية إن التنمية هي ما لمستش الشعب بالكامل، لكن زادت فقمة من مشاكل تانية، بالذات المشاكل المحيطة بالديموغرافيا الليبية، هجرات داخلية، هجرات خارجية وما إلى شابه. قصدك النزوح. هو هيك يعني الواقع، يعني في أقرب مدن، يعني زي ما قلوا ضواحي توحني طرابلس مش وصلها شيء. هل بناس يقولك الضي الضي الضي، لكن أقرب نقطة هي 30 كيلو 15 كيلو ضي بالساعتين بثلاثة، ضواحي طرابلس يعني. فهي شكلية، والمشكلة نشوفه حتى في عملية التلفيقات، يعني مشاريع تنجز دوره. خشنا في مسألة شغل الملعق، احنا خلينا نقوله بالليبي، انجرافات، الدنيا غرقت، الدنيا مش عارفيني. وبعدين مادام ما نميناش التعليم وما نميناش الصحة ومستوى الدخل درنا زيادة وموقفناش السوق الموازي وضبطنا الدولار، فهي سموها تضخم. يعني مسألة الاقتصادية نشوفها زي ما مسألة لبنان والعراق ومسألة الاقتراض والديون والعجز، وهذا حاصل وقالوه ناس كثير، ولكن غير مسموع صوتهم. لما تنبؤوا كمختصين بوقع الزيادات الغير مدروسة هذه، أصبح الألف جنيه كان 100 جنيه، وهكذا. طول ما إحنا قاعدين في عقلية كلاسيكية، أفضل نموذج في العالم ماليزيا، تجربة القطرية، الإمارات والسعودية، فترة ما داروا ابتعاث لأبنائهم بالخارج، جابوا نماذج عالمية ودولية، وكان فيه تجربة ناجحة هي مسألة الابتعاث، وجابوا عقول. يعني ماشي بنظرية، قال هذاك زمان صنع عبود زميطة وقول عشان تبي، لما قال لاقط الصوت، فالشيء داره شعره أصفر عينه زرق نجيبه هو من المصدر ما دام عندي الماني، أما غير هيك فكلها يعني تقليد. والله شوف يا جاري، يعني أنا نوافق كلبة في بعض الجزئيات برضو مرة تانية، لكن المرة هي بالذات نعرضك فيها أنا، خاصة لما تبدأ التنمية مشروطة، يعني إن يكون الأجنبي هو اللي يقرر، هو اللي يرسم، وهو اللي يقول منين نبدو منين ما نبدوش. إحنا الليبيين ونعرفوا بلادنا، نعرفوا منين نبدو، في مشاكل أولى من إني ندير تنمية تحتية أو بنية تحتية في زي ما قلت أنت نوفق فيها، في تنمية صحية، في تنمية تعليمية،
بالدرجة الأولى جدا عندي هنا قبل كل شيء. في تنمية حب المشاركة، حب أعطاء الدور للآخر. من 0 لـ10 قداش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ في رأيك هل في توزيع عادل للتنمية؟ بالتوزيع عادل لا يوجد بتاتا. في تشنكيش، في فريق عادل ممكن يكون لبعض الجيوب، لكن كمصلحة عامة للشعب الليبي ما فيش توزيع عادل نهائيا. يعني هذا يجاوبك عليه أي مواطن ليبي مفروض، يعني مش ضروري إنه يكون عنده مستوى تعليم فائق، يعني واضح قدام الجميع. ممكن يكون في تغيير بسيط، ممكن. طبعا ما فيش توزيع عادل، وزي ما قلنا في الجزء الاول ونرجع لبداية اجابتي، القبيله والمصلحه وقاعده فيها العلاقات اللي تخدم في الموضوع، نتفق مع الجار في بعض الاجابات اللي هي مساله ما فيش توزيع عادل. توزيع عادل ممكن يكون فيها مراه تلمع، وفي سبوت لايت، وفي الدعاية والصورة اللي بتخدمني هنا. فالتنمية ما توقف على القبيلة والسياسة والمال والسلاح. باي جاري، شو رأيك أنت توا؟ خلينا نهدرز بشفافية أكثر، يعني من اللي مستفيد من التنمية الموجودة حاليا؟ هي أوكي، اللي قلتها لك، يعني اللي يجي من السياسة أو من صناع القرار خير منهم، طول ما هو يصب في صلاح العام. لكن المشكلة حاجة 100 تلقاها 200، حاجة 1000 مليون. هذه المشكلة وين؟ وهل الكواليتي اللي جاي صح؟ بكري قلت إن التنمية إحنا لا، خالفتني في الرأي إنه ما يكونش استعانة بالآخر، اللي أكبر منك بليلة أسبق منك بحيلة زي ما يقولوا. فلما قلنا جبنا لناس عندهم خبرة وباء، إحنا قاعدين مشكلة، قاعدين إحنا أدروا أهل مكة أدروا بشعابها، وإحنا مش عارف شنو هو. احنا مشكله في المجتمعات العربيه قاعدين عايشين على الاطلال وعلى التزمت وعدم قبول الاخر ونظريه المؤامره والعماله. عندنا نماذج نجحت، انا ما قلتش جاي بيتحكموا، ما خاب من استشار، خذ منهم المشوره والمعلومه وطبق انت، عجبك باهي ما عجبكش باهي. لكن التزمت، لو احنا قلنا عايزين بيشدوا ارائنا، شو خلى واقعا هيك؟ احنا حتى الانتخاباتنا قاعده تصعيد، قاعده مشهد القبيله والتقل، ومن اللي عنده صوت اكثر، ومن اللي عنده داعمين مال اكثر وسلاح اكثر، باش حتى التنميه اللي صايره توا محاصصه، كيكتك وكيكتي. صحيح، هذه نصيب. احنا توا متفقين، احنا متفقين توا، رايك وراي توا واحد، يعتبر قربنا للمطاف. لكن الاساس اللي امتى بيقعدوا الفئه المحدوده هي مستفيده من التنميه اللي صايره؟ لامتى ايه؟ لما يوقف الفساد، ولما يكون في الفساد، ولما يكون في عقاب، ولما يكون في قصاص، ويقال للحق حق. من يوقف الفساد؟ لما يكون في دولة دستور. إيه، إحنا نوصل الدولة بدستور، معناها إحنا متوافقين كشعب. أيوة، كفئات متوافقين، لكن حاليا ما فيش توافق. يعني أمتى بنوصلوا للهدف المرجو للجميع اللي بعد هو الوجبة، ولا قبل الوجبة نجاوب بكثرة؟ لا، أنا جتني كسكس، أنت مش عارف. مش عارف أنا شنو. فاصوليا كشفاء من ردينا شقنين كل مناطق شاء الله. فمتفقين يا جاري ان في فساد على التنميه، في فساد كبير. يعني هي المشكله مش ان هي الحاجه اللي ب 100 جنيه تاخذ 200 جنيه، لا خذ 1000 جنيه. اهم شيء يكون توزيع عادل. الامارات اللي تشكر فيها، ممكن في بعض البزنس اللي صاير اللي مفروض ما يتعداش ال 100000 دولار، لكن مدايرينها بنص مليون دولار عاديه. المهم في 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 شيء موجود على ارض الواقع، لكن هنا لا، في فساد وفي سرقه وفي جيوب معبيه وفي مكان واحد بس في كل شيء. لكن في ستاندرد كواليتي او جوده. سامحني، شو من دي بيع مار الحيوطنا اهو، عمرنا حيوط اهو، درنا قطران، الدنيا قاعده تغرق. وعلى فكره ما تكلموا على التنميه، تو مثلا في طرابلس
أول مدينة بدت في أو بلدية بدت في التنمية كان ممكن حتى الستاف والناس اللي شادوا فيه يتذكروا أول ما بدأ الملف هذا بشكل ذاتي وكانت تقريبا بحملات التنظيف بلدية بوسليم. أول من قال يلا بلدية تجورة بوسليم تجورة أول ما أطلقت القمامة والنظافة هذه كلها مبادرات شخصية مش من الدولة نشوفها يعني أيوة مبادرات شخصية عمدة البلديات يعني في عمدة بلديات في ميزانيات لكن للأسف يعني كل واحد ورأيه إن شاء الله الفساد هم يستمرش لأننا بنوصلوا لنقطة عمياء من 0 لـ10 قداش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ هل احنا شعب واحد أو لا؟ وعلاش؟ احنا شعب واحد ومش واحد في نفس الوقت واحد في الرقعة الجغرافية في الدين في الراية واسم البلاد مش واحد أبدا من حيث العقلية والثقافة والخلفيات والمكونات ولكن احنا عندنا عقدة دائما في الظاهر أو أمام المرأة من الجميع نقول نحن أمة واحدة ومسلمين وكذا لكن الواقع الأقوال غير الأفعال حقيقة سواء من نظرة لبعض المكونات بنظرة دونية سواء الانقسامات اللي تصير حتى في الاستماع للآخر إحنا البيت الواحد مش واحد مرات حتى في الرأي هو شوف بالنسبة لي جوابي نحن شعب واحد لكن خلينا نقولها بمصطلح أفضل يعني كما قالوا الأباء المؤسسين في فترة استقلال ليبيا نحن أمة ليبية تتعدد فيها طوائف عراق عندنا مزيغ تبو طوارق عندنا عرب عندنا حاليا مشاكل التبون لو ما تعرفوش يعني مشاكل ديموغرافية بسبب تشتت النسيج الاجتماعي داخل ليبيا نحن شعب واحد تجمعنا المصلحة العامة وتجمعنا أرض نعم. ليبيا طيب شرايك قلت احنا قلت احنا شعب واحد وأباءنا المؤسسون هذه المشكلة عايشين على الأطلال احنا نتبع حركات التاريخ الإسلامي من الفتوحات وغيرها إذا شبه الجزيرة العربية مكون من مختلف عديد من القبائل عديد من الأعراق أنا أختم معك مسألة الطوائف الطوائف ربما تمس بمجتمعات أو مجموعات لها معتقدات دينية ولكن نحن مسلمون إذن أعراق هناك شركس هناك من أرمن الجريتلية الكراغلة من شبه الجزيرة العربية تمام. من آل البيت من أصول إفريقية وأيضا أمازيغية مكونات تختلف ولكن مسلمون هذا اختلاف قبائلي لكن مش اختلاف عرق باهي كيف اختلاف كيف عرق بين عرق؟ عرب ومزيغي عرب وتبو عرب وتارجي لكن شركس ومحاميد وهذو كلهم عبارة عن عرب وفصلتهم القبائل فقط تقصد سام وحام وأيضا سيرة أولاد هلال وتقصد على العرب الأقحاح بني سليم بني سليم عرب عرب وبني تغلب هذه قصص طويلة لكن احنا ما عندناش عرب بس عندنا عدة طوائف تانية يعني عندنا الأمازيغ أصحاب الأرض الأول كما تجي تشوف أنت بحقهم عندنا التوارق والتبو واخدين رقعة جغرافية في الجنوب يعني لباس بها برضو في نفس الشيء اللي نبي نقوله يعني ليس لديه ماضي ليس لديه حاضر يعني الاباء المؤسسون زي ما اشتغلوا على من هم الاباء المؤسسون الاباء المؤسسون من هم الاباء المؤسسون يعني لو من الاباء المؤسسون نقدر نقول لك عبد الرحمن السويحلي الباروني المريض اصحاب جمهوريه طرابلسيه آل سنوسي حتى هم من شريف عندك في عدة أسامي جاهدوا 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 أنت هنا خشيت في مرحلة ما قبل العهد الملكي فك الوطن من الاحتلال محاولة سياسية محاولة استقلال محاولة السيادة تمام. لكن هم ليش مؤسسون هناك من قبلهم من سبقوهم كانوا قيادات بارزة في الجهاد لرقعة ليبيا مختلف معك ولكن أختلف معك في نقاط عدة مسألة التبو والتوارق يعني كل من في أفريقيا يقول أنا ليبي توا وخلي الجنسية بصر إيش
واللي أبصر إيش واللي الأصول مش ليبية ياخد جنسية ويقول كأنه نحكم البلاد، فهذا لا. وإن شاء الله يكون رأيك هو الصح. شو بنقول لك؟ أنا نعترضك الحق في الموضوع ما بدأ. إحنا عيبنا منحطوش إيدنا على الجرح. أيوة. من 0 لـ10 قديش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ إحنا هيك كملنا، تقدروا تشوفوا بعضكم توا. مرحبا، أهلاً يا هاك، تشرفنا. هاك يا جاي راسي.